بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة من الله سبحانه وتعالى لكل ذنب سبق، صغير أو كبير. فالكريم الحليم يتفضل علينا بأن يغفر الذنوب مهما كانت، ببركة في صيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى عند من لا يضيع عنده مثقال ذرة من حسنة أو إساءة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بفضله وكرمه بالقبول حتى نلقاه مع رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.